التصويت. وكما تعلمون هذا مشروع قانون هو فصل فريد، لأننا توصلنا بتعديلات، 5 تعديلات من فريق العدالة والتنمية. أطلب من أحد السادة النواب تقديم هذه التعديلات، إن دفعة واحدة أو واحد بواحد اللي بغيتو. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية سأتقدم بتعديلين. الأول ينصب على الفصل 267 على واحد، والثاني على 267 على جوش في المقتضيات المتعلقة بالعقوبة. العقوبة هنا سيد الرئيس، سيد الوزير، السيدات والسادة المستشارين، السادة النواب، السيدات النائبات. العقوبة هنا في البيت الأول هي بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين، وفي 267 على جوج بالحبس من هذه العقوبة. في الأول عوض بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات. نتقدم بتعديل يرمي إلى تعديل لكي تصبح العقوبة من 3 أشهر إلى 2 سنين. وفي الثاني بالحبس من 3 أشهر. أول نريدها أن تصبح من 3 أشهر إلى 2 سنين. لماذا؟ لأنه لو أن القضاء في مثل هذه القضايا سيعتمد مبدأ تفريد العقاب لا غادي يكون شي إشكال، وغادي يكون الصحيح هو بالفعل من 3 أشهر إلى 2 سنين، عفوا من 6 أشهر إلى 3 سنوات حتى نضمن القضاء الجماعي وما إليه. المشكل أنه كما يقع في المس بالمقدسات الوطنية، مثلا في موضوع المس بجلالة الملك، اعتدنا صراحة في مجموع أرجاء المملكة، لا أقول دائما ولكن في الغالب، أن العقوبة دائما تذهب إلى الأقصى وهي 5 سنوات، وبالتالي ما كيكونش تفريد عقاب. وأحيانا كتكون بعض الحركات أو بعض التصرفات الطائشة التي كان يمكن أن يعاقب عليها بعقوبات دنيا، للأسف الأمور تذهب إلى الأقصى. نحن أيضا نخشى أن تذهب الأمور في هذا الاتجاه، بعض التصرفات التي لا يمكن أن تكون مدبرة بشكل ينمو عن موقف سياسي يستهدف حقيقة رمز المملكة، في الوقت الذي ينبغي أن يكون هناك تفريد العقاب بما يؤدي إلى أن تكون هناك عقوبة مخففة، نخشى أن تكون العقوبة دائما إلى الأقصى. لذلك نحن أردنا أن نخفض العقوبة حتى تبقى عقوبة ملائمة نسبيا، وهي بالحبس من 3 أشهر إلى 2 سنين. هذا التعديل، هذا التدخل هو يهم هذا التعديل، هذا الفصل 267 على واحد وكذلك 267 على جوج. شكرا. شكرا. الكلمة السيد الوزير. سبق لي أن رفضت التعديل أمام اللجنة، وبينت على أنه إذا قبل هذا التعديل سوف ننتقل من اختصاص قضاء الجماعي إلى القضاء الفردي. فالإشارة إلى أن من 6 أشهر إلى 3 سنوات تعطي الاختصاص للقضاء الجماعي، وهذا فيه ضمانة أكبر بالنسبة للمتابعين في مثل هذه القضايا. طبعا العقوبة مهما كانت يعني صارمة في حدها الأقصى، فليس معنى هذا أنه هي التي سوف تطبق. نتمنى ألا يرتكب أي مواطن عمل شنيع من الدنيا ولكي تطبق عليه هذه العقوبات، ولكن بدأ تفريد العقاب يختص به القضاء، ولهذا لا خوف، يمكن للقاضي أن يحكم بأقل من 6 أشهر، ويمكن أن يحكم بأقل من 3 سنوات،
لأنه على حسب ظروف القضية والملابسات والباعث إلى غير ذلك وطريقة الدفاع عن النفس أمام القضاء. لهذا أرفض التعديل الأول والتعديل الثاني. شكرا. نمر للتصويت على تعديلين. التعديل الأول أعرض التعديل للتصويت. الموافقون 20. المعارضون 40. الممتنعون لا ما كاينش ممتنع. 42. لا أحد. أعرض التعديل الثاني للتصويت. نفس العدد. نفس العدد. شكرا أستاذ رامد. استمر أو من الأمر. شكرا سيد الرئيس. بدوري نقدم تعديلين كيتعلق الأمر دائما بالفصل 267 على 1 فيما يخص الفقرة المتعلقة. الفقرة الأولى دائما لأنها وردت على الشكل التالي: يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات بغرامة من 10,000 إلى 100,000 كل من أهان بإحدى الوسائل المشار إليها في الفصل 263 أو بأي وسيلة أخرى. حنا في التعديل ديالنا كنشوفوا بأنه هنا هذه المادة 263 من مجموعة القانون الجنائي تتضمن صياغ ذات علاقة بإهانة الموظف والاعتداء عليه من مثيل التهديدات وإرسال أشياء أو وضعها أو كتابة أو رسوم غير علنية. ونحن نرى أن الأصوب أن يكون النص متضمنا لصياغ جامعة وشاملة وذات علاقة بالموضوع العالم كمجسم، بحيث يتم الاكتفاء بالأقوال لأنها كلام وعبارات، وبالإشارات وبالأفعال لأنها كتجمع ما بين الحق والتمزيق والتدنيس وأي شيء آخر أو بأي وسيلة أخرى. فهذا بغينا التعديل يكون على الشكل التالي: كل من أهان على المملكة ورموزها كما هو منصوص عليه في الفصل 267 4 اللي كاين في هذا النص أدناه بأقوال أو إشارات أو أفعال أو بأي وسيلة أخرى. كذلك في نفس الفصل في فصل آخر يتعلق 267 على 3 اللي كيتكلم على الحيازة، طبعا الكل مع احترام على المملكة ورموزها والكل مع زجر الإهانة للمقدسات والرموز، لكن نخشى أن أي توسيع، يعني سنكون ضد أي توسيع للعقوبة ليشمل مجالات أخرى قد تؤذي الأبرياء، مما قد يخلق نفورا ورد أفعال، والخلاصة ستكون هو عدم الاحترام بالمطلق وحنا كنتخاو الاحترام. لهذا نرى أن توسيع العقوبة لتشمل حتى حيازة منتوجات بهدف عرضها للبيع أو بيعها إذا كانت تحمل علامة صناعية أو تجارية أو خدماتية تمثل علم المملكة دون أن يكون استعمالها مرخصا به، قد تمس أناسا لا حول لهم ولا قوة، تجار صغار وأصحاب دكاكين وسواقين، وحنا بغينا هادو يحترموا العلم المملكة، فكيمكن أننا بهذه التوسعة أن نؤذيهم ويكون العكس هو اللي غادي يحصل عوض، يكون الاحترام. وشكرا. شكرا. كلمة السيد الوزير. كذلك السيد الرئيس، لا نقبل هذه التعديلات، وقد سبق لي أن أجبت في اللجنة حول كل هذه التعديلات التي قدمت. بالنسبة للحيازة التي يناقشها السيد النائب، أقول بأنه هذه ليست منتوجات عادية، يعني بحيث الحيازة هنايا يعني لابد أن تحملك على يعني واحد ترخيص وعدد ديال في المبادلة التجارية، عدد اللي يمكن لهم يعني قبل ما تيشريوا أي شيء تتأكدوا بأن هذاك الشخص واش فعلا له الصلاحية وعنده رخصة باش يمكن له يبيع تلك الأشياء. هذا يعني كله في إطار احترام يعني هذا الرموز، وفي إطار كذلك الحرص على أن لا يصبح يعني العلام متداولا وأن يستعمل استعمالات اللي هي غير صالحة. أريد أن أؤكد بهذا شرط له في اللجنة على أنه من بعد غادي يخرج ظاهر اللي هو غادي يحدد المواصفات ديال العلام، باش ما يكونش يكون أي حجم تيمكن له نطلقوا عليه هذه الصفه ديال انه علام.
كل المواصفات اللي تتراعي شنو هي المساحه ديالو اللي هي الحمراء وكذلك النجمه الخضراء والتناسب ما بين النجمه وما بين كذلك المساحه ديال العالم بصفه عامه، بحيث هذا اللي غادي يجعل باش نضبطوا حتى عمليه الانتاج وكعمليه التداول ديال العالم الوطني. شكرا سيد الرئيس. نمر الان للتصويت على التعديل الثالث. الموافقون 22. المعارضون 40. الممتنعون لا احد. لا احد. اعرض التعديل الرابع للتصويت. نفس العدد. نفس العدد. التعديل الخامس. سحب. طيب اذا التصويت على المادة الفريدة المكونة لمشروع القانون كما جاءت. الموافقون بالإجماع. صدق مجلس النواب على مشروع قانون رقم 17-05 يتعلق بزجر إهانة علم المملكة ورموزها.